حتى يتبين لهم أنه الحق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأخيرا، يثبت العلماء يقينا أن كل قطرة تشربها من الخمر تدمر منطقة ما في الدماغ. هذا الكلام أيها الأحبة ورد على لسان جامعة أكسفورد الشهيرة. آخر دراسة علمية كبرى أجريت في عام 2021 الشهر الخامس، أي الشهر الذي نحن فيه الآن، قبل أيام قليلة فقط نشرت هذه الدراسة، تؤكد وتقول حرفيا مهما كانت كمية الخمر التي تشربها قليلة ومهما كان نوع الخمر فإنه يتلف ويدمر أجزاء مهمة من الدماغ. هل علمتم أيها الملحدون لماذا حرم الإسلام الخمر بشكل قاطع؟ وهل علمتم لماذا لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم شارب الخمر وعاصرها ومعتصرها وبائعها وحاملها والمحمولة إليه؟ هل علمتم لماذا الإسلام هو دين الطهارة ودين يريد لك السعادة في الدنيا، يريد أن يصرف عنك الأذى، يريد أن يصرف عنك الشر؟ أيها الإنسان، التزامك بتعاليم الله عز وجل وتعاليم هذا الإسلام العظيم فيها مصلحة لك. دعوني أيها الأحبة أتأمل حرفيا ما أجراه العلماء من دراسة كبرى على 25,000 شخص. دراسة هم يقولون احتمال الخطأ معدوم واحتمال المصادفة معدوم. العينة التي أجريت عليها الدراسة ليست 7 وليست 20 وليست 50، 25,000 شخص. هذا الكلام يمكن أن تقرأوه من جامعة أكسفورد الشهر الخامس 2021. يقولون شرب الكمية القليلة من الخمر، عندما جاءوا بهذه الدراسة وهذه الإحصائيات وقاموا بمقارنة من يشرب الخمر ومن لا يشرب الخمر، وجدوا أن هناك مادة اسمها المادة الرمادية. أيها الأحبة، هذه مادة مهمة جدا للذاكرة، مهمة جدا للعمليات العليا مثل الإدراك والفهم والتحليل والإبداع، مهمة جدا. هذه المادة سبحان الله يدمرها الخمر مهما كانت الكمية قليلة، وكلما كانت الكمية أكبر كلما كان الدمار أكبر. تقول الدراسة بالحرف الواحد أيها الأحبة إنها المرة الأولى التي يلاحظ العلماء يقينا أن أي كمية من الخمر تشربها تؤثر على المادة الرمادية وتقلص حجمها، وبالتالي تؤثر على الذاكرة والفهم والاستيعاب والإدراك والتحليل وجودة اتخاذ القرار. سبحان الله. لذلك أيها الأحبة، يعني والله كل ما جاء به الإسلام فيه خير لك. تقول الدراسة أيها الأحبة إن حجم الدماغ بشكل أوتوماتيكي يتقلص مع زيادة العمر، بشكل أوتوماتيكي أو بشكل يعني مبرمج. شرب الخمر يقلص حجم الدماغ أكثر من خلال التأثير على المادة الرمادية، مما يؤدي إلى خلل في الذاكرة وقد يؤدي إلى الزهايمر أو مرض الخرف. فريق البحث العلمي أيها الأحبة دققوا معي، قام باختبارات على نوع الخمر الذي تشربه، وجدوا أنها كلها سواء، كل أنواع الخمر بآلاف المسميات التي اخترعها البشر كلها تدمر خلايا الدماغ ومناطق مهمة مسؤولة عن الذاكرة أيها الأحبة.
لذلك نحن عندما نرجع إلى حبيبكم عليه الصلاة والسلام الذي أرسله الله رحمة للعالمين، حذر كثيرا من الخمر ولم يشرب قطرة خمر في حياته، ولم يقترب من الخمر ولم ينظر إليها، هذا ثابت عنه صلى الله عليه وسلم. والقرآن العظيم نهى عن الخمر في آيات عديدة أيها الأحبة. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. اعتبر القرآن أنه نجاسة ورجس وهو من عمل الشيطان، هذا تحذير لنا أيها الأحبة. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ إذن أحبتي في الله، شرب الخمر ضار بنسبة 100% مهما كانت الكمية قليلة. لذلك من هنا ندرك لماذا الإسلام حرم الخمر تماما، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم له حديث يعني والله ينطق بالحق، والله هذا الحديث يلخص لنا هذه الدراسة التي تمت عام 2021. النبي قاله قبل أكثر من 14 قرنا، قال عليه الصلاة والسلام: ما أسكر كثيره فقليله حرام، ما أسكر كثيره فقليله حرام. هذا النبي أيها الأحبة، تقولون إنه ينطق عن الهوى، إنه يمارس العنف والظلم تجاه المرأة، وما هذا الكلام؟ هل رأيتم ديكتاتورا لا يشرب الخمر؟ هل رأيتم ديكتاتور أو مجرم أو ظالم يحرم الخمر على الناس لأنها تذهب العقل؟ هذا أكبر إثبات أيها الأحبة أنه رسول صادق في دعوته من الله سبحانه وتعالى. كل أنواع الخمر مدمرة للدماغ، حتى ما يسمى بالبيرة أيضا تؤثر على الدماغ أيها الأحبة. هذا الكلام موجود على موقع جامعة أكسفورد. الشيء الثاني أحبتي في الله، هناك أكثر من 10% ممن يموتون بسبب الخمر، وهناك مئات الآلاف من الحوادث منها ما ينتهي بالموت بسبب تعاطي الخمور أيضا. كل هذا الدمار أيها الأحبة تتحدث عنه جامعة أكسفورد، وتقول الإفراط في تناول الكحول يضر بصحة الدماغ، هذا قديما، ولكن حديثا الكمية القليلة تضر أيضا بصحة الدماغ، سبحان الله. ثم تتابع الدراسة أحبتي في الله، انتبهوا، تقول لا تظنوا أن الخمر يؤثر فقط على الدماغ، آلاف الدراسات التي أجريت تؤكد أن شرب الخمر حتى بالكميات القليلة يؤثر على كافة أجهزة الجسم، بدءا من النظام المناعي، الجملة العصبية، القلب، الرئتين، الكبد، النظام الهضمي، المعدة وغيرها، كل هذا يتأثر بالخمر. لذلك هذه الأضرار أيها الأحبة اليوم تم الكشف عنها بشكل قوي جدا من خلال هذه الدراسة التي تنصح أي إنسان يريد أن يعيش حياة سعيدة، يريد أن يتجنب الخرف ومشاكل الزهايمر، يريد أن يتجنب مشاكل الذاكرة وبخاصة كبار السن، يريد أن يتجنب عشرات الأمراض ومنها السرطان، يجب عليك أن تمتنع تماما عن الخمر. هذا ما تقوله الدراسة، ما يقوله غير المسلمين. الإسلام قبل 1400 سنة قال نفس الكلام في القرآن الكريم: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ يعني انتهوا عن هذه الخمر.
الدراسة تقول نفس الكلام أيها الأحباء. طيب هل أنا كإنسان عاقل يعني أنتظر 1400 سنة حتى تكشف لي جامعة أكسفورد هذه الأضرار حتى أمتنع عن الخمر؟ لذلك أحبتي في الله، على فكرة كل الأديان، إذا صح أن نقول أديان، تحرم الخمر. الله لا يرضى لعباده الكفر، ولا يرضى لعباده الشر، ولا يرضى لعباده أي ضرر يصيبهم. لذلك أيها الأحبة، هذه الديانات التي ترونها اليوم محرفة. الدين الوحيد الذي حفظه الله من التحريف هو الإسلام. لذلك الله تبارك وتعالى قال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا، انتبهوا أحبتي في الله، هذا لمصلحتك أيها الإنسان. يعني أنت عندما تنحرف عن الإسلام أنت تدخل نفسك في نفق الهاوية، تدمر جسدك. الإسلام يريد أن يحافظ عليك، يريد أن يأخذك باتجاه الصحة والسعادة والحياة المطمئنة. لذلك قال سبحانه وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وأخيرا أحبتي في الله، دعوني أقرأ لكم حرفيا، هذا بالنسبة للتوثيق العلمي، أنا أحب أن أقرأ حرفيا لكي لا يشكك أحد بهذه الدراسة. يقول الباحثون في جامعة أكسفورد: حتى مستويات شرب الخمر المنخفضة جدا، فإن هناك دليلا على أن استهلاك هذه الكميات القليلة يلعب دورا أكبر في تلف الدماغ أكثر مما كان يعتقد سابقا. ووجدت دراسة جامعة أكسفورد أن هذا الدور كان أكبر أيضا من التدخين وعوامل كثيرة. الخمر من أخطر المواد التي يمكن أن تدخلها في جوفك. الإنسان المصاب بالسمنة وضغط الدم وأمراض أخرى، الخمر له تأثير مدمر أكثر من الإنسان العادي. لذلك أيها الأحبة، النبي حذر أكثر ما حذر من الخمر. روى الترمذي عن أنس بن مالك، دققوا واحفظوا هذا الحديث أيها الأحبة، قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر 10، عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشتري لها والمشترات له صلى الله عليه وسلم. يعني انظروا أيها الأحبة، هذا النبي أليس حريصا علينا؟ لماذا يحذرنا؟ ما مصلحة إنسان عاش قبل 1400 سنة لو كان كاذبا كما يدعي الملحدون، ما مصلحته أن يطلق هذا التحذير القوي جدا ليحذر البشرية جميعا من شر الخمر؟ والله إن هذا الكلام ليس من عند النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينطق هذا الكلام من تلقاء نفسه، بل هو وحي من الله. وصدق الله سبحانه وتعالى عندما قال في حق هذا الحبيب صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق.